مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ اليوم ناوي أتحدث موضوع كتير كتير خاص. هو لما طلعت من الخزانة لأني مثلي، أحب أناقش وأتحدث عن الموضوع، لأنه بعرف أنه في ناس كتير عايشين بالعالم واللي بيحكوا عربي وبيحكوا إنجليز وهيك، اللي عايشين بالخزانة، بعدهم بالخزانة ومفكرين يطلعوا من الخزانة ومش عارفين كيف ومش عارفين امتى وهيك. وما بدي اقولكم انت لازم تعمل هيك وهيك وهيك، لا، انا بس اسرد قصتي عشان تسمعوا وممكن تقارنوا يعني قصتين، قصتك وقصتي، you know. يعني بس عشان تفكروا أكثر في الموضوع قبل ما تاخذوا قرار أو وقت تاخذوا قرار. فيلا نبدأ. فزي ما حكيت، أنا طلعت من الخزانة بعد، يعني أنا فكرت في موضوع كتير. مو من الناس اللي بقولوا كل حياتي وكل عمري حسيت هيك وحسيت اني مثلي، لا، يعني انا لما كان عمري يعني 11 سنة، انا بدأت يعني افكر هيك، افكر اني مثلي وهيك، وكان عندي يعني كل احساس وهيك. ف يعني انا يعني هيك حسيت وهيك عشت يعني لحالي. انا يعني خليت كل الافكار وكل الاحساس ببالي بنفسي لخمسة وست ست لا سبع سبع سنين سبع سنين قبل ما حكيت الواحد اني مثلي. بس وعشت هيك، وانا يعني قبل وبعد ما صرت اعرف اني مثلي، انا ما حكيت كتير مع البنات ومع الشباب. يعني كان اللي اصحاب طبعا، يعني حكيت مع عيلتي وجيران وطبعا، بس يعني يعني بشكل رومانسي لا، لانه يعني كنت كتير خايف من الموضوع، يعني من البداية. يعني لما أول فكرة رومانسية يعني إجت على بالي، كنت خايف أحكي مع ناس هيك. فلما صرت أعرف إني مصري، يعني بعد يعني أنا فكرت في الموضوع وكنت أشوف الشباب وهيك، وأنا فكرت يعني يمكن ممكن، وبعدين لا، يعني أنا فكرت لا أنا مو مصري، يعني هيك 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 حاسس بس يعني للحين، يعني للحظة، يعني بكرة وبعد أسبوع وكم شهر يعني رح تغير. ومرات تغيرت كل شيء، وانا ضليت يعني انا ضليت لحالي. يعني زي ما حكيت لكم، ما حكيت يعني بشكل رومانسي مع الشباب ومع البنات، لا اي حد، يعني بس كان اللي اصحاب وهيك بالمدرسة، وبس بالمدرسة. الجيران ما حكيت كتير مع الجيران بس يعني هيك. لما كان عمري 11 سنة، اجتني اول فكرة يعني انه يعني اني مثلي. وبعد يعني سنتين كان اللي الافكار يعني اكثر واكثر، ويعني لاسبوع انا فكرت هيك اني مثلي، وكنت خايف من الموضوع، كنت خايف من العيش، يعني هيك العيشة. ويعني بعد أسبوع لا، أنا رجعت يعني
يعني أكون شباب يعني مثل كل الشباب يعني. وبعدين يعني بعد أسبوع يعني رجعوا لي الأفكار وهيك. وأنا عمري 15 14 15 16 سنة بعدني كنتش أحكي بشكل رومانسي مع البنات والشباب، بس أنا كنت متأكد يعني أكيد إن يعني إني كنت مثلي. فيعني مرات يعني طلعت البنات مرات، بس أغلب الوقت فضلت الشباب. بس كنت خايف من الموضوع، وأنا بعرف إنه إذا أنت فاهم علي هذا، يعني إنك يعني تحكي عربي، وإذا تحكي عربي أنت من المجتمع العربية ومن أي مكان من العالم يعني بيحكوا عربي فيه، فأنت فاهم إنه العيلات، المجتمع، الجيران، يعني الشباب والبنات بالمدرسة يعني بقبلوش المصريين الجنسيين هيك يعني. فإذا أنت من أصل أفريقي، من أي أصل أفريقي ومن أي أصل عربي وأي يعني أي شيء مثل هيك يعني بالعالم العربي بأمريكا يعني في ناس كثير اللي بيقولوا هالوقت يعني الوقت احنا عايشين فيه، يعني اي واحد ممكن يعيش العيشة بده اياها. انا بحس يعني ممكن، بس بنفس الوقت يعني لا يعني مو سهل الموضوع صراحة، مو سهل بالمرة، مو سهل بالمرة. فإذا بتحكي عربي، إذا بتحكي إنجليزي، إذا أنت عربي، إذا أنت أسود، إذا أنت إسباني، إذا أنت أوروبي، مو سهل الموضوع. بس يعني بدي أرجع القصة. يعني عم بفكر في 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 يعني عقلية الناس وعقلية عيلتي وعقلية الجيران والمجتمع. يعني أنا خليت يعني كل أفكاري ببالي وما حكيت لأي حد يعني الحقيقة، و يعني الحقيقة الصراحة. فأنا فكرت يعني كنت رح أروح الجامعة، وكنت رح يعني أخذ كل أغراضي وكل شيء يعني بعد ما تخرجت من المدرسة، من المدرسة. أنا عرفت أو أنا كنت مفكر أعمل هيك، بس ما كنت متأكد كيف كنت رح أعمله. يعني بعد سنتين وأنا عمري 17 لا 18 19 سنة كنت بالجامعة. وبعد ما حكيت للناس، لقيت لأصحابي الجدد الحقيقة يعني. وكمان بعد ما كنت أحكي بشكل رومانسي مع البنات أو الشباب. كل شيء تغير وعقليتي، لأنه ما كنت أعرف شو كنت راح أسوي. يعني ما كان بدي يعني أحكي الحقيقة لأي حد، كان بدي خلي كل أفكاري ببالي، بس بنفس الوقت كان بدي أعيش مفاتحاً يعني صراحة، يعني زي ما جاء بالي صراحة. فأنا عرفت إنه كان لازم أغير شيء، بس ما عرفت كيف. فلما
انا رحت الارجنتين، انا قضيت هناك اسبوعين، لا مو اسبوعين، شهر 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 كامل. وانا حكيت مع ناس كتير يعني من مجالات مهنية كتير، من الجامعات الارجنتينية، من يعني من كل يعني كل نوع الناس انا حكيت معهم. وكان يعني كانت تجربة كتير كتير حلوة وخاصة، وأنا تعلمت كتير، وأنا تعلمت كتير عن العالم. ومرة أنا شفت الشاب وأنا فكرت هو كمان يعني مثلي، لازم يكون هيك. بس أنا فكرت لا، أنا بشوف شاب وواحد من ثقافة تانية، ويعني هيك عم يتحرك وهيك عم يحكي ويعني بس الثقافة وتقاليد مختلفة. بس طلع إنه كان مصري. فلما شفت كل أنا حسيت إنه يعني أولا أنا فكرت لا، ما بقدر أقول إنه هو هذا، يعني هذا الشاب مثلي، هو أرجنتيني، يعني عقليته مختلفة وثقافته وتقاليده، يعني كل شيء مختلف عن تبعي. بس بالمرة كان مثلي. أنا حسيت، أنا فكرته مثلي، أنا حسيت، وأنا يعني فكرت في الموضوع كتير قوي. ويعني بهذاك الوقت أنا يعني كنت أحاول يعني ارجع يعني الخزانة، لأنه كنت ناوي أحكي وأطلع. بس وأنا بالأرجنتين أنا فكرت لا، يعني أنا بدي أغير بس ما بعرف كيف. يعني لا، يعني بضلني بالخزانة. بس لما شفت الشاب، وأنا لما صرت أعرف إنه كان مثلي، أنا قررت لما أرجع عبيتي وعيلتي، كنت أعيش مع ماما، أنا فكرت لازم أغير شيء ولازم أقولها الحقيقة. فبعد كم أسبوع أنا رجعت، وكنت رح أروح الجامعة كمان مرة، يعني لأبدأ يعني السنة الثانية. فأنا كنت كثير يعني كثير كثير خايف من الموضوع. أنا مرة يعني قبل ما حكيت ماما إني مصري، أنا ما عرفت نام بالمرة. أنا رجعت، وبعد 3 أيام يعني كنت أفكر في الموضوع، وكيف يعني ممكن بقدر يعني أكتب الشيء يعني على التلفون، يعني ويعني واحنا ماكلين انا بقدر اقول شيء، يعني ما عرفت كيف. بس انا قررت اكتب، يعني اكتب لها شيء يعني عشان اقولها، يعني هاي القصة، يعني قصة يعني قصتي. يعني فوق انا كتير كنت خايف من الموضوع. انا يعني كنت بعدني رجعت من الارجنتين، وكان لازم اروح الجامعة، وكان لازم اقول لماما. فانا يعني والله كان التجربة كانت كتير 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 صعبة. فانا مريت كتير صعوبات يعني بهذا الوقت ببالي، يعني يعني لكل الدنيا، يعني انا يعني مشيت هيك يعني عادي. بس ببالي انا حسيت كل مو المشاكل بس الصعوبات. فانا كتبت كل شيء وكل افكاري، وانا خليت الورقة بالصالون. وما بعرف ليش، بس ماما كانت تتفرج على الشيت وسحرت كتير، فنمت بالصالون وأنا كنت بغرفتي. فخليت الورقة
وهي نايمة خليت الورقة يعني عشان تشوف يعني بالصبح، بس لما صحت من النوم راحت على طول عن المطبخ وبدأت تطبخ وكل شيء من غير تشوف الورقة. فأنا يعني أنا فكرت كل شيء كان راح يطلع يعني مختلفا، بس لا ما شافت الورقة. فلما شفت إنه بعدها ما شفت الورقة ويعني كل أفكاري وكل شيء، أنا قررت لازم أعطيها الورقة، يعني كل أفكاري مكتوبة، الحقيقة مكتوبة على هالورقة ولازم أعطيها. يعني ما بقدر أرجع، ما بقدر أروح الجامعة من غير أقول ماما الحقيقة. وأمي يعني لازم أقول إنه أمي يعني عقليتها يعني عقلها كتير فاتح وعقليتها كتير يعني فاتحة، يعني هي مو باقي يعني اللي عيلتي وأهلي، مو هيك يعني. يعني ما بدي أقول عقليتها غريبة، بس مو عادية، يعني مو مثل الباقيين. فأنا حسيت بالأمن إنه أنا بقدر أقولها وما راح يعني ما راح تطلعني من البيت وتقولي يعني ما بحبك وأي شيء. بس ما عرفت يعني شو كان راح يكون يعني رد فعلها. ما فعطيتها الورقة وروحت غرفتي وصورت أنا يعني أنا حزنت كثير، يعني أنا حزنت كثير وبكيت بغرفتي لخمس دقائق، ودخلت فتحت الباب ودخلت غرفتي ماما وقالت لي يعني كل شيء، يعني بعدني بحبك ويعني إلك يعني كثير طموح بحياتك وكل شيء، وما راح يعني أقول لأي حد، يعني ما بدي أحكي يعني ما معي واحد يعني غيرك، يعني بس أنت وبس، يعني خلاص بيني وبينك حبيبي. يعني هيك طلعت لأول مرة لأمي، وبما إني كنت أعيش عند ماما، هي كانت وبعدها أهم شخص بحياتي، بس كان لازم أقول لأمي وبس. يعني كان بديش أعمل ستاتس على الفيسبوك أنا مصري ولازم أعلن يعني كل، لا بس لماما ماما وبس يعني لهذيك الوقت. فبكيت وكنت بعدني أبكي لأنه أنا يعني كنت كتير خايف من الموضوع. فأنا حكيت لها يعني أكثر وأكثر يعني عن أفكاري ويعني من بديت شعر هيك وهيك. ف ما عمل شيء غريب وما صرخت ما بكات، يعني كانت ماما كانت يعني كثير عادية، يعني ما بعرف شو صار ببالها صراحة، بس يعني هيك طلعت. أوكي بس بدي أقول يعني شيء واحد بس، إنه لما حكيت الحقيقة لماما كل شيء صار أسهل علي، يعني ما لأصحاب يعني مع أصحابي وبالجامعة ويعني
وكذا يعني كنت بعني بالخزانة. بس لما حكيت أهم شخص بحياتي، أنا حسيت يعني لأول مرة من وقت طويل يعني الحرية، أنا كان اللي الحرية الشخصية. فأنا حسيت أنا بقدر أسوي كل شيء بحياة. أنا حكيت لأمي الحقيقة، وأنا راح أروح الجامعة، وأنا راح أعلن لأصحابي وهيك وكذا. ما عملت هيك يعني، شوي شوي من شخص ثاني للشخص ثالث، وهيك وهيك هيك يعني، شوي شوي طلعت لكل الأشخاص المهمين، كل الحبايب بالحياة. بس بدي أقول إنه أنا استنيت كثير يعني. الرومانسية يعني كثير مهمة، وطبعا يعني تجيلك يعني عبالك بس إذا تقدر تستنى وتفكر كثير يعني كثير في الموضوع قبل ما يعني تبدأ الرومانسية وهيك، يعني راح يساعدك كثير، يعني راح يساعدك كثير، لأنه ساعدني كثير. لو كان عندي يعني حبيبة وحبيب، يعني كل شيء يعني ما بعرف، كل شيء يعني بكون مختلف. فاستنيت كثير كثير، وأنا يعني حسيت وفكرت كثير في الموضوع، وأنا كتبت أفكاري بالجورنال يعني. وأنا بس أنا أو أنا سمعت يعني كثير الموسيقى وأنا بالثانوية، يعني أنا عملت شغلة كثير عشان أفهم يعني شو كان يصير ببالي، وشو كان يصير بحياتي قبل ما قررت أطلع من الخزانة، قبل ما قررت يعني أفكر في يعني فكرت في الرومانسة، بس ما عملت أي شيء. فهيك كان الموضوع. إذا مفكر تطلع من الخزانة، أفكر في الموضوع يعني كتير كتير كتير، عشان تفهم حالك، عشان تفهم يعني نفسك وشو بدك من الحياة. وأنا لازم أقول كمان إنه لما طلعت من الخزانة، أنا كنت بالجامعة، وأنا كتير حبيت وبعدني بحب عيلتي وأهلي. بس وبابا ما أنا استنيت كمان سنتين قبل ما حكيت لبابا الحكيكة. بس الحكي إنه أنا كنت بالجامعة، كان عندي شغل، كنت راح أتخرج بعد يعني كمان سنتين، بعد كمان سنتين كان عندي مصارية، كان عندي شغلي، كان عندي يعني دراستي. وأنا كنت أسكن يعني بمكان تاني يعني بشقة تقريبا. يعني أنا كان عندي بيت ومصاري وشغل. فلو إشي كتير 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 صعب وسيء وسلبي صار، بكون عندي شغلي ومصاري وكل شيء. أنا فكرت في الموضوع لأنه أنا بعرف إنه مرات يعني رد فعل العيلة يعني الجيران المجتمع مو حلو بالمرة، مو حلو بالمرة. وأنت بتعرفين، أنت يعني تسمع كلام أبوك
وماما وكلام الناس وكل شيء. بس أنا كمان يعني سمعت كلام الناس وسمعت كلام بابا ويعني كان في كثير ناس يعني بكل حياتي يعني مزحوا كثير يعني عن الموضوع يعني عن المثليين والجنسيين وهيك بس أنا كان اللي سكن وشغل ومصاري إذا أنتوا مفكرين تطلعوا من الخزانة يعني لازم تحافظ يعني المصاريك، لازم تلاقي شغل، لازم تفكر في أو يعني بعدني بالجامعة وبعدني عيش يعني مع عيلتي، بس أنا بروح ما بعرف، أنا بروح أدرس القانون وبروح أدرس الطب وأنا ما بعرف بس أنت يعني أنتوا تعرفوا يعني حياته وأهدافه وحياتكم يعني قصدي أنا حكيت حياته بس حياتكم وكل شيء لازم تفكروا كثير. لو شيء كثير سلبي صار شو بقدر أسوي؟ يعني ممكن أعيش، ممكن أكل، ممكن بيت، ممكن شقة، ممكن كيف يعني. ف يعني فكروا كثير في الموضوع، بس لازم تقبل حقيقتك قبل أي شيء. لازم تقبلوا حقيقتكم وشو يصير ببالهم، لأنه يعني يكون مثري أو مثرية مو سلبي يعني عادي، ولازم نفكر، لازم نقنع حالنا إنه حياتنا وعقليتنا عادية يعني مو غريبة، مو غير طبيعية، لا لحياتنا يعني كل شيء يعني كل أفكارنا وهيك عادية، بس لازم نقبل نفسنا وحالنا وأفكارنا وعيشتنا وأفكارنا وأهدافنا قبل ما ممكن يعني نغير ونغير يعني مو نغير بس قبل ما يعني قبل ما ممكن نكون أقوى يعني قويين يعني لازم نتعرف على حالنا. شكرا كثير انكم تفرجتوا هالقصة، فأنا بتمنى انه كل شيء بخير وانه هالفيديو يساعد اي حد. فشكرا كمان مرة، شكرا شكرا شكرا. وفي أمل يعني في أمل، دائما في أمل مهما صار، مهما حكولك، مهما يعني مهما حسيت أنت، في أمل في أمل. شكرا كثير، مع السلامة.